يعني مستقبله عم بفكر فيه انه ما بعرف، انا عم بفكر انه هو ضاع مستقبله لانه بهالحالة وبهالوضع ما اظن انه رح يصير له مستقبل لطفلي. يعني انه كتير نفسيتي تعبانة لانه ابني هيك بين بين هذا الشيء انه ولد واجا، يعني كتير انه هو عم بتعذب وانا عم بتعذب مقابله. ايه جيت لهون كنت حامل بالسبع شهور، فاتت بسبعة وعساس شهر وأقل من شهر منكون بمحل كويس والنظافة وكل شيء. ما حسبنا حساب انه راح أولاد هون، أولادي كانت صعبة أكيد أكتر، يعني من العذاب جبت ثلاث أولاد هذا عذاب أكتر، وخدمة يعني وسط مو فيري جود ونانو وسط تقريبا. سخولية γιατί καταστράφηκαν όλα στη Συρία τα σχολεία και αυτά και. والله جينا عم بروح عند ألمانيا، أخوي هنيك وأخواتي هنيك، عائلتي كلها هنيك عم بروح لعندهم. مستقبل الأولاد على أساس يعني جينا يكون أفضل من سوريا، يتعلموا بمدارس، يتعلموا لغة إنجليزية ألمانية. المدارس تدمرت بسوريا، ما عاد مستقبل الأطفال، دمر مستقبل 20 جيل تقريبا بسوريا، صار راح يوصل على 40. بدك تحسب من أول سنة لعشرين سنة تدمر مستقبل كلهم. Και μια φορά λέει και έφτασε, λέει μια φορά βγήκαμε. بالولادة كان صعب وقبل الولادة كان صعب. يعني أصعب شيء الولادة. لا. ومشينا كثير بالطريق ايه، وطلعنا تهريب، رحنا على اساس نروح نطلع تهريب بس ما صار. رحنا مشينا 5 ساعات بردنا كثير، وفتنا بالمي لهون وكثير بردت وكثير تعبت، وكان تعب كثير لما اجينا، كثير مشينا كثير يعني تعبنا وبرد وبالمي، يعني قديش يعني تعانينا وتعبنا كثير وبرد بردنا، والولادة كانت صعبة. يعني هما مش شايفين وضعنا، يعني مش شايفين هالأطفال. يعني أنا مثلا جبتهم من سورية أني أحطهم هون بمخيم، يعني شوف أطفالي شلون بالمخيم، شوف معاملتهم، شوف الوسخ اللي عليهم. ما جبتهم من سورية أحطهم هون، ولا تأملت أني ابني أجيبه هون. نحن شوف اوروبا شافتنا وكل العالم شافتنا، ولكن نحن موجودين. بس هون لازم نسكر مع هيك الحال وصلنا، بس نحن شوف معلش بس لا اقول لك الوضعيه شو صرت.